انتم تسمعوا في اي اف ام زون سبور مع حمزه المغيري. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين في اي اف ام زون سبور، ونمشيو بعد شويه لتصريحات ما بعد اللقاء بشرة مع مبعوثتنا بشرة سعيد. مشي مباشرة مع بشرة حكم مباراة نادي الافريقي واحد بلاش انتصر فيه على هلال الشباب. بشرة مرحبا. مرحبا حمد، نسمع مدرب هلال الشباب برتون avec un du potentiel, avec de la qualité, avec de l'agressivité. Ils ont voulu aller chercher la victoire. Ils se sont procurés beaucoup de corner, beaucoup de tirs arrêtés. Nous, on n'a pas eu autant de tirs arrêtés à se mettre. Donc, le match aurait pu continuer sur les prolongations, mais il a fallu une petite hésitation en défense à 4 minutes de la fin pour que le club marque le but. Et ensuite, nous, pour revenir, c'était un peu difficile. انتظار الأسئلة حمزة لل معك بشرة المدرب هلال الشباب بيرتران مارشان. واضح معك بشرة، والكلمة ليك في تصريحات ما بعد اللقاء بيان سور. بعد شوي نرجع على اللي قاله بيرتران مارشان. ما زلنا ننتظر سؤال الزميل لمدرب بيرتران مارشان. ما يسالش حتى بناش نسمع في السؤال، وصلنا السؤال معناتها باش نسمع الإجابة نتاعه بشرة. Ah, d'accord. C'était bien. Je n'attendais pas, mais j'ai passé de bonnes saisons pour l'Africain. À chaque fois, j'ai eu la chance que ça marche à peu près. On a réussi à relever le club en 2005-2006. On a réussi avec des jeunes, comme maintenant, il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe. Ça me rappelle un peu 2005-2006, des jeunes de qualité. Ensuite, quand je suis revenu en 2017-2018, donc. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à entraîner le club africain. J'ai toujours essayé de donner le maximum pour les clubs, pour les supporters, pour l'administration et pour les joueurs. Donc, c'était un bon moment pour moi d'être remercié de ce que j'ai fait dans ces années-là. هذا كان برترون مارشان مدرب هلال الشابة يحكي على الهزيمة اليوم كونتر النادي الافريقي والخروج من دور الربع النهائي، بالتالي ترشح النادي الافريقي او المترشحين للدور النصف النهائي. بشرة كان ما زلت معنا. Je vais changer, rester en Tunisie peut-être, aller ailleurs peut-être aussi, je ne sais pas. En Tunisie actuellement, l'ambiance en général n'est pas bonne, quoi. C'est pas pour vous, mais c'est pas pour les matchs. Il n'y a pas une bonne ambiance quand on voit ce qui se passe. Ça me désole, parce que j'aime la Tunisie, j'aime le football tunisien. Ça fait 15 ans, ça fait 15-17 ans que je le connais. Ce qui se passe. بيرتران مارشان كان يحكي على إمكانية بقاء أولي في تونس، يقول الأوضاع ماهيش جيدة، يقول كرة القدم ما تنهيش كرة قدم بها في تونس. نعطوا الإجابة Donc, quand je vois son temps, parce que le gardien de Monastir rate un ballon qui fait gagner l'arbitre, je trouve ça anormal. On descend là-dessus. Donc, comment voulez-vous que les gens continuent à jouer le football comme ils l'ont aimé? Bon, je sais qu'il y a toujours, il me dit, je suis rempli de tout, mais je sais pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas. كان هذا حمزه مدرب هلال الشباب. احنا نورك معاك. كانت عامل لنا حوصله بشرة قبل ما تغادرنا، كانت عامل لنا حوصله على قالوا بيرترو مارشون، لان الصوت ما كانش واضح برشا. كانت عامل لنا حوصله على قالوا جروسو مودو في الجزء الاخير من الاجابه نتاعو، كان يتحدث على كره القدم في تونس، لاحظ سبيسيالمون على اخر ماتش، ويتحدث على حارس المنافسين، قال كيفاش الى غادي معناتها كوره كانت من كان وجهي هدف للترشيح الجرجي، فهو يعتذر على
هو كان متأسف على المبعيد وسبب لها كرة القدم التونسية، يقول مش معقول اللي قاعدين نشوفه فيه ومناش فيهم شنو قاعد صاير في الكواليس. واضح. وعلى المباراة شنو قال بشرة؟ قالت إنه المباراة عموما كانت جيدة، كانت تنجم تتوجه للأشواط الإضافية، ولكن هذيك هي كرة القدم. يقول الهدف جاي من النادي الإفريقي ومبروك عنه. واضح. نرجع لك في تصريحات بعد في الندوة الصحفية للمدرب النادي الإفريقي عادل السليمي. ممكن تصريحات برترو مارشون الأخيرة الكل معناتها ما مصلي يعني ما مسك خلينا نقول مصلي يعني ببلغتنا احنا، ما شاء الله معناتها مدرب كفاءة، عمل معناتها عدى مع اكسبيريونس ديز اكسبيريونس مع فرق توانسة ممتازة، لكن ولات عندك النوسيون طارق معناتها خلينا نحكيو اتصاليا، ولات عندك النوسيون ديما على الحكم على المنظومة. ممكن فريق اللي هو فيه توا تفرض عليه الشيء ذا وليديكلاراسيون دوما بري ماتش. هو بعد تجارب 16 عام على 5 محطات، مرتين في النادي الافريقي، مره في النجم الساحلي، مره في المنتخب، وفي هلال الشابه، تقريبا رجع تونسي يعني بالتفكير التونسي على الاخر معناته. وحتى نوعيه تصريحاته فما حتى برشا كلام، حتى نوعيه معاملته في التعاقدات مع دونك تونسي والهواء. يبقى ان اللي فهمته شويه رغم الصوت معناته مقطع شويه، لكن حسيته تصريح الوداع هذا، لانه رجع فيه الحنين لتجربه نادي افريقيا 2005 ل 2007، اللي كل معناتها اللي طلع معها الجيل نتاعكم كريم وفي زهير الذوادي وخالد السويسي تقريبا الجيل هذاك. وبعد بدا يتاسف على الوضع. بون هو اكيد في سياق انه نتاع هلال الشاب عامين نزاعات تقريبا مع الفيدراسيون مع الهيكل الرياضيه، لكن اللي فهمته تقريبا لانه حتى اسمه تطرح في بعض النوادي، لكن اللي نعرف انه لا باش يكون له في النجم الساحلي، لا باش يكون في النادي الافريقي. مع الافريقي تو عنده مدرب لموسمين اللي هو عادل السليمي. انا اللي فهمته انه اليوم تقريبا مع الاقصاء من الكاس ضد النادي الافريقي تقريبا رساله الوداع للكره التونسيه على الاقل في الظرف هذايا. مدرب خدام يمن بالشبان خلى البصمه نتاعه، لكن عنده نوع من الصراحه المبالغ فيها في تصريحاته. كنت عملت له انا حوار زاد قبل في تجربه مع النادي الافريقي، احيانا يخرج على النص ويبدا يحكي على الاكسترا سبورتيف وعلى البيع وعلى الشراء، وهذا اضر بمسيرته. خاصه نتذكر انا وقتها الجدل اللي صار له في مقابله نهضه بركان والنادي الافريقي في كاس الكونفدراليه، وديما خروجه كان من الباب الصغير في النادي الافريقي في زوج محطات. واضح. كريم شنو رايك؟ والله اوتوماتيكمون باش يتكلم خاطر ديما نعرفوا احنا الريزلتا نتصور نحس ما نشوف معناتها فما برشا ما نعرفش. نحاول بعد شويه وسام حاول يتحصلنا على مختار دبوس معناتها باش نرجعوا شويه للقطات التحكيميه، لكن فما برشا معناتها حتى لي كومونتير لنا تاع محبين تاع الشباب يقول لك مردود الحكام اليوم مشى لصالح النادي الافريقي. هذا اللي انا معناتها ما ريتوش، ريت اليوم تقريبا منذ عادل السليمي ومنذ حتى قبل معناتها النادي الافريقي من احسن المقابلات اللي عدى. اكيد انت تعرف راهو كل خساره بشي تكون وراها برشا كلام، معناها اوتوماتيكمون باش يولي اربيتر وباش يولي ماناش نحن معناها نقولوا نحن مش نحكم على الاربيتر او ثم الدكتور سي مختار توا يحكم. انت باش نقول لك اوتوماتيكمون باش يكون راهو الكلام هكا كما قال تو سي طارق اللي نجم تكون اخر مباراه. نتصور كان جاي ربح زعما باش ديسكور فهمت ما لازم نخليو الكره للكره. يمكن هناخذ بشر ديما الاولويه للمباشر ونرجع معك انت كريم. نمشي مباشره مع بشر سعيد في ملعب حمادي العقربي بيراتس. مدرب نادي الافريقي عاد بعد انه الجمهور حط معنا زاد باش نلعب فيه، وهذا هي زاد مهم برشا بالنسبه لنا احنا كيفما الظرف هذايا والظرف اللي نعيشوا فيه. الحمد لله ما حيناش ظرفنا، مازلنا هكاك ونجم نرجع في التقرير، لكن برافو للشباب ومبروك لنا الانتصار مستحق صراحه. سؤال من زميلنا يحكي على الترشح لنصف النهائي ويحكي على السيري بتاع النجاحات والانتصارات اللي عملها عادل السليمي وكيف رجع الثقة للملاعبية وعطى أكثر ثقة للشباب. والله الحمد لله هو فريق يقول لك إذا تشوفوا معناها بالفتاة 1-2 من الملاعبية يبدا في كل الشبان، يعني ما لو أنه أنا بالنسبة لي الشبان أنا يعطيك حاجة بعيدة بدأ وتحمل بعض مرات الأخطار بتاع الشباب يعني، لكن الحمد لله التوفيق من عند الله. هذه معناها ريكومبونس تاع مجهود مجموعة. نفرح في اللاعب يسجل خاصة لما يكون لاعب شيء صحيح، لكن هذه يكمل خدمة أصحاب الكل، وهذا اللي ممكن يميز الفريق نتاعنا انه ثم تحس ثم لحمه كبيره ثم روح جديده ثم ثقه
والحمد لله كل مرة هذا الكورة توصلنا بعد برابور اللي هو اللي عملناه. احنا قدمنا اليوم مباراة محترمة، قدمنا مباراة محترمة في المنظومة. عادل سؤال، عادل النادي الافريقي اليوم دخل في السكر بتاع الانتصارات هذه حاجة باهية في الجو العام تاع النادي الافريقي، ولكن اليوم من الدقيقة الأولى لآخر دقيقة في غيابات معناها اللي وقع تسجيلها اليوم جهر الزوالي لغردات ما لاحظناش عندها انفاس كبيره، وكانه الافريقي ما معناها ما تاثرش معناها. المفروض انه هذا هو طبيعه الاشياء لما تكون في النادي الافريقي، انه كيغيبوا كوادر لاعبين كبار لاعبين عندهم قيمه، انك ما تحسش بالغيابات، وهذا يحسب للاعبيه اللي حطوا كانوا في مستواه، للاعبيه اللي ما لعبوش حتى كان ثاني لاصحابه وكانوا موجودين في الفندق وكان موجودين في الملعب، وهذا اللي خلاها كيف تعيش بالموجود. الانتصارات باهية ديما باهية، ما فيش حاجة، الانتصارات مهمة برشا، تدخلوا في معناها في ريتم تاع الانتصارات، مهمة للكأس النعبية، الكأس النعبية مهمة جدا خاصة لما يكونوا صغار في السن ولا عندهم نقص في الخبرة. إن شاء الله نكملوا. احنا ما قلنا في اول مباراه بدون ما استلمت التاريخ ضد الحرباء المصريه، يعني نوصل ابعد نقطه ممكنه ونحصل اكثر عدد ممكن من النقاط. الحمد لله توا جاتنا معناها سيري تاع ماتشات صعاب بعض، وهذا اللي نديروه بالموجود ان شاء الله نكون في المستوى. كان هذا هذا بشرى سؤال على الغيابات نتاع الشماخي وعلى باش كيف يكون حاضر الدربي او لا. ممكن اللي من المصابين هذا هو الاوبجيكتيف نتاعنا، حاولوا انه يكونوا جاهزين، ما نتبعوش انه يبداو موجودين في المركز، يكونوا موجودين في الدربي بالاداء ويكونوا في صحه جيده. يعني هو بون سونتي كان نجم يكونوا ماتش دربي كبير، ان شاء الله ان شاء الله نرجعوا مجموعة من اللاعبين يكونوا حاضرين 100%. يحكي على التهديف آخر المباراة كيفاش النادي الإفريقي يسيطر مباراة كاملة ولكن ما يسجل حتى هدف رغم كثرة الفرص. قلنا راهو نجم الأدفرساري يقع علينا فترات سيطرة ويجمعكم نصه، أهم شيء أنه ما نقبلوش أهداف. المسيد خلات علينا، الميزان خلات علينا، ليتوال لعبنا ضدها ثلاثة سيطرة، تاكيد تاكيد كي خلات علينا بعض الفترات، أهم شيء ما تقبلش أهداف، تحاول خلتها في آخر وقت ممكن، هذا اللي صار اليوم. صناعة أهداف مهم، تسجيل أهم، عندنا الفردية الأولانية تقي الثانية إن شاء الله توفيق من الله وبرشا خدمة، حاولوا أنه مثلا في مباريات أخرى ما تنجمش تصنع فرص بالعدد اللي الحمد لله المدرب الافريقي عادل بن احنا نشوف بعض مع واضح. بشرى بشرى كانت نجم كانت نجم معناتها سؤال معناتها كما نعرفش كان كملت الكونفرنس ولا مازالت، اما حول اسباب تغيير لاري العزوني معناتها الاخيان في البلاتو، لان حبوا يسالوا على اسباب تغيير لاري العزوني. نسمع سؤال نحاول ناخذ الكلمه على رايي. لانه في سجل لاعب شاب يعطي يديها، لكن كان تشوف لك كما قال حافظ عاد عليها خويا، الحد عمل لي مجهود عمل مجهود اللي وصلت له هو، معناها هذا خدمه مجموعه. شيء انه هو كان مركز ويعطيه ثقه نفسه، هذا يفرحني جدا انه اللاعبين يكونوا موتيفيه وشفتهم من اول ماتش لاخر الماتش، الشيء هذا يشرف لانه معناها الانتقال قاعد يوصل. اللي صار صار يعني تفكير صابر على اللاعبين الجزائريين اليوم ترجم تقريبا معناها باش تبقاو تاع كيما الفرقه معناها
في النقطة هذه. والله احنا كابر ليه انا ما ولا ما جاش وحده للبيت ماشي جاي معايا هذيك حاجه معايا تابع للتقي انا لان عندي مجموعه نتعب معهم كثير من الرجال الجزائريين والتونسيين نعرفهم هذا من لاعبين على الاداء كما ينجم يمر اللاعب التونسي فتره قرار كما الناس كثير في الجزائر ولو انه ما الكوره حضر في الجزائر فما كان شعار نادي فما لاعب نادي كثير أسباب تغيير لا العزوني هل هي أسباب فنية وإلا كان هو تغيير السيارة؟ تغيير كان في 89 المنافس هو اللي يلعب لنا بمواجهين اثنين دخلنا لاعب نبيل في شقة بلاكس نبيل واحنا نلعب خمسة خرجنا للاري بعد مباراة ممتازة وبدلية مع شمش وإذن نعملو يعني هذا تقريبا حسينا معنا تكتيكيا أوتوماتيك ما يجي نجاوب المدرب بتاع هلال الشابة هو دخل أتاكم في العقلية هو يجي ندخل كذا في الحمد لله نرجع لك بعد واضح. واضح شكرا لك زميلتي بشرى سعيدة ومثال جاك الإجابة على تغيير لاري بدني هو تغيير بدني بون نمشي وفاصل ومن بعد نرجع مباشرة مع خاطر قصينا قبيلة على كريم العواضي فاصل ورجعينا غير رجعنا لكم كريم خلينا نكملوا معاك منين كملت انت قبيلي وقصينا عليك لللايف سامحنا مرة أخرى قبل ما نمشي وناخذوا اللقطات التحكيمية وتقييم مردود الحكام مجدي بالحجري في المباراة هذه. أول حاجة نحن مش نكمله مع برتران مارشان على الكلام اللي قال كما قلت لك يمكن الريزولتا فرضت عليه باش تكلم هكا مع المشاكل اللي صار ديريير مو الهلال الشابة ماذا ما يعنيش اللي برتران مارشان خلى بصمة الكرة التونسية. كان باش نرجع لعادل السليم يلحق من أفضل المباريات اللي لعبتهم نادي الإفريقي. المباراة هذه الجانب البدني هو اللي فرض اكثر معناه من نقولوا نحن من كانت ثم معناه جمل كروين ولا كره معناه نقولوا نحن في التيران ما كانتش برشا مين الروح اللي عند الوليدات اللي لعبوا نتاع النادي الافريقي هما حبوا معناه يمشيوا لبعيد وياخذوا ريزلتا قبل ما نقولوا نحن تدخل المرحله الصعيبه. مي هذا ما يعنيش اللي الرياضي الشابي قدمت مباراة كبيره. يمكن السعادة اللي حكاه كلامه الكل والغيابات وكل شيء مي ديما الحاجة الباهية للوليدات اللي اعطاه اليوم والوبجكتيف الاولاني وصلوا له مي هذا ما يعنيش اللي قلوا نحن مباريات الصعاب الحق مازالوا ثلاثة مباريات سرتو جايين سرتو مباراة دربي الحاجة الباهية اللي انت باش تحضر مباراة دربي وعامل خمسة انتصارات ورا بعضهم هذه حاجة باهية باش نجم تسهل جواريتك حتى الكومينيكاسيون بين الجوارات والإطار الفني باش تكون سهلة ان شاء الله. واضح خلينا نمشيو ناخذوا اللقطات التحكيمية وتقييم مردود الحكم مجدي بالحاج علي اليوم نذكروا بطاقة تحكيم مجدي بالحاج علي حكم ساحة مساعد أول محمد مزيد مساعد ثاني عبد العال حسن حكم احتياطي وليد الجريدي و حكم الفار هو نصر الله الجوادي معنا مختار دبوز عبر الهاتف. مختار مرحبا بك. مرحبا بك حمزة مرحبا بك جميع ضيوف الجميع المتابعين تحية لك مختار. مختار رأيك في الأداء التحكيمي اليوم حسب لي كومنتير شفنا أنه محبيه للشابة ما كانوش راضين على مردود الحكم مجدي بالحجري كيفاش ريت الحكم كيفاش ريت وتقييمك ككل لمردود الحكم اليوم؟ أنا أغربي كيفش نحكي على المردود الحكم هو يدل يوم المقابلة الهلال الشابة بالفار على بعضنا معنى لنا تدقل وقيد من الفار اللي هي هدف الملغى للنادي الإفريقي. إذا كنا نحكي لك على هدف الملغى بعض نحكي على تقييم الحكم هو التنقيح الأخير متاع اللي جاء من فيفا في الحالات هذه متاع الملغى يقول لك حمزة إذا كان الكرة هي اللي مثلت في يد مهاجم تاع النادي الإفريقي ووقتها إذا كان لمست في البلاصة هذيك بالضبط اللي هنا في أعلى اليد معناها وين الكتف اللي هي تحتب مع اليد إذا كان هنا لمست ودخلت مباشرة للشباك ما فماش أكسيون بعدها يتم إلغاء الهدف وما يمكنش تحتيتابه.
الاكسيون هذا ريناها نحن توا الكره ضربت فيد المدافع هو فما احتكاك ما بين المدافع والمهاجم ضربت فيد المهاجم تاع النادي الافريقي وتعديت لاكسيون اخرى معناها ما ريناش يد تحلق ولا يد خلات الكره رينا يد في وضع طبيعي مست فيها الكره وتعديت لاكسيون اللي بعدها اللي تسجل على اثر الهدف نصران الجوادي كان ريكلام المجدي بالقاج علي باش معناها باش يشوف اللقطة حسب رأيي تقديري مجدي تقديره هو كان خاطئ كان علي حساب الهدف ما نعرفش مجدي شنو هو تقديره ويقول لك لا خلينا نتفاعلوا معك خلينا نتفاعلوا معك مختار سي وجدي السيد يحب يتفاعل معك مختار شنو احوالك اخويا مرحبا بك سي وجدي عايشك قل لي بربي باش نسالك انت اعرف منها بالمواضيع نتاع التحكيم القانون الاخراني نتاع الفيفا بما يخص لمسه اليد مش في بالي تقول المهاجم وقت اللي تلمسوا الكره في نص الملعب نتاع الخصم مهما كانت يعني عفويه او مش عفويه يعني تعتبر لمسه اليد فهمت؟ لا لا نحن حكيناش على عفية ولا غير عفية نحن حكينا هو توا التنقيع الأخير نتاع الفيفا هذيك لمسة هذيك كان دخلت مباشرة للشبكة الفيفا تقول لك عليك إرضاء الهدف أما إذا كان جات على كاسة ريناها ضربت في اليد وتعديت وليت مش مفتوحة وماخذة الوضع الطبيعي فهمتني؟ لو تعرف مانيش قاعدين نحكيو على يد مثلت في اليد معناها في السوابع ولا في اليد مثلت فيها على اللي كتبت معناها الكوره ضربت ومشيت وصلت الهجمه هنا في وزير التنقيح الاخير نتاع الفيفا كان واضح باش ينحي اللبس هذايا وكان على الحكم مجدي بلاغه الاعلان عن صحه الهدف مجدي بالحاج علي مش مجدي بلاغه انا عندي سؤال اخر مختار عندي سؤال اخر واكيد راك محضر انت السؤال الجواب الحكم عنده الحق يلغي الهدف بعد ما يتلعب بالسونتر ما تلعب بالسونتر لا ما تلعبش بالسونتر تلعب بالسونتر لا لا مازال ما تلعبش بالسونتر لا مستحيل كان تلعب بالسونتر هو قاعد يستنى وبعد مستحيل اذا كان تلعب بالسونتر ما عادش مستحيل كان تلغى الهدف زيد راجع وتو ما تلعبش الصوتر لاعب مصاب احنا لاعب مصاب وكره احنا الصوره اللي رناها رينا تلعب بالسونتر ما نعرفش نجم تكون صوره معناتها متاخره ولا حاجه مانيش عارف لا لا واش نقول لك السؤال هو مجدي بالحاج علي قاعد يستنى في الكونفيرماسيون تاع البار وفما لاعب يظن من الهلال الشاب مصاب في وسط الميدان قعد متلاقي باللاعب هذاك وبعد مشى شاف الفار والغى الهدف واضح واضح رغم القرار هذا حمزه راه ادى مقابله كبيره مجدي بالحاج علي في ذيك النوع كان غادر تنافق بينه وبين المساعدين نتاعو قراراته كانت واضحه وباش نرجع الموضوع اللي كانوا مشرفين على التحكيم راه ما صارتش حاجات كبيره اللي رينا لينا اكسيون واحده تابعه الفار ما نعرفش اذا كان فما اذا نحكيو على مردود حكم مختار سامحني اذا نحكيو على مردود حكم اون جينيرال في مباراه اليوم ولا في غيره ما نحكيوش راهو على الغاء هدف ولا راهو معناتها حتى حكم حتى ينجم يكسر اللعب في وسط الميدان معناتها مخالفه ما تعطاش لمسه يد ما تعطاش معناتها مخالفه الفريق تتعطى الفريق هو تحكي انه فما مخالفه قبل الهدف انا ما ريتش لكن هذوما لي كومونتير اللي واصلين الهدف اللي تمركه ولا الهدف اللي الغيه لا الهدف اللي الغيه اللي ألغي أظن لي هو ما فارس مخالفة راهو حمزة أو صار بالضبط ثم ملاعبي من هلال الشابة كان موقع من جهة بنك احتياط النادي الأفريقي الكرة كانت عند هلال الشابة استنى الحكم حتى يحط الكرة في الطول شداوة صاحبه وصلوا لعب تم معناش الهجمة تقصت من النادي الأفريقي عند توفيق الشريفي وصل بها وجاء بها الهدف معناه إذا كان هما حبوا زميلهم باش يداوى ولكن راهو معناها هما خرجوا الكره معناها فماش مخالفه هما المخالفه يحكيو عليها هما حبوا اللي كانوا الكره يتم اخراجها من لاعبين النادي الافريقي في حين كان اولى بهم هما اخراجها قبل لاعبين النادي الافريقي الكره كانت عندهم واضح مختار دبوس يعطيك الصحه على في كلمه جوست اخيره قداش تنوتي الحكم هذا على 10 بالنسبة لي أنا حسب تقديري أنا ما عاد هفوة الحكم هفوة الهدف الأول معناها تعلموا الهدف الألغى خاطر طارت حمزة إذا كان الهدف تلغى ولا قدر الله صارت نتيجة أخرى ضد النادي الأفريقي وقتها باش نقولوا لكن كان عنده الأخير نتاع ربي يظهر اللي كونوا نتيجة مشات معاه أنا حسب رأيي مجدي بالحاج علي باش يكون نتيجة 8 و 10
كان جاي استاذ كان جاي استاذ راه نجح الكل نجح واجدي سيد وطارق عصادي وكريم عواد كل انا عرفت باش تعطي 8 ديما كاك سي وحيد منيف 8 ونص راه نعرف طارق مش شاق ولا لا انا الحقيقه الحكم هذا ربي يوفقه مش على الماتش اليوم خاطر اليوم ما ركزتش معاه برشا ما عنده عليه برشا احترازات في مسيرته ودي تعرف هذا اليوم بون اليوم بالفار ما يزموش يغلط انا الحقيقه اما 8 ونص اخي برشا كان عليه خاطر بقول الحقيقه نتاع ربي تو قلت لك يا حمزه انا وين اميتي كنت نزفر في عينات الفار هذا ربي يعرف شو يعمل ربي يعرف شو يعمل يا مختار ربي يعرف شو يعمل خوي واضح كان يزيدني وادي عوايم تو نرجع للبار واضح شكرا لك مختار دبوس يعطيك الصحة ديما الضحكة مع مختار بصراحة كما كنتوا تسمعوا معناتها تقييم كتقييم لمختار دبوس حق الهدف للنادي الفريقي الشرعي وده تقييمه هو بيان سور والحكم ما اثرش وعطاه 8.5 على 10 رايك طارق لا عادي هو شوف اي نادي راه ولا اي جمهور باش يخرج احكامه على التحكيم بناء على النتيجه معناتها جمهور هلال الشباب يحكي على تراكمات معناتها تاع فتره كبيره وحكينا عليه الفريق تظلم في برشا مناسبات اما اليوم معناتها استحقاق كروي للنادي استحقاق كروي هذا اللي حبيت نقوله بصراحه لنا باش معناتها ندافع على النادي الافريقي وكان خير في كامل ردهات المباراه تقريبا صفر الاول الشوط الاول واول الشوط الثاني وبالظرف العام اللي عايشه هلال الشباب عامين انا يعطيهم الصحه ودجا عادل السليمي في اول كونفرنس شكر المنافس وقرر وكان محترم جدا معنا قياسا بالعامين ومعناتها وملاعبيه خرجت ورجعت وضربات ومشاكل وتجميد وجدل الاخراني نتاع النزول الرابطه الثانيه يعني مع النادي الافريقي في قواعده في ملعب رادس امام جمهوره مشكور الهلال الشابي اللي معناتها كان وفي اللي سمعته وعمل ماتش كبير تبقى بعض التفاصيل تنتفع منها بعض الفرقه وتتضرر هذه عاديه جدا مبروك للنادي الافريقي انتصار مستحق حظا اوفر للهلال الشابي واضح سواج دي في سؤال وربط بالسؤال اليوم حكينا ممكن كان فما تخوف مع غيابات أعمدة من أعمدة النادي الإفريقي لكن اليوم الشبان قبلوا البلاء الحسن شفنا مباراة حتى كان جاو معناتها الكادر متاع الكلوب اللي غايبين هذوما يلعبوا ما يتعداش مباراة كي معناتها قداش مباراة كانوا حاضرين ما شفناش الروندمون ذي ما شفناش فما خدمة كبيرة ظاهر على مستوى التمارين قاعدة تطبق في الميدان والنجم نقولوا كان برافو لعادل السليمي وبرافو للاعبين الشبان هذو صحيح هذا أهم حاجة يعني بالرغم الفترة الزمنية يعني القصيرة مع عادل تعرفت أن المباريات يعني متراكمة على بعضها والمساحة ما بين الماتش والماتش يعني ما هيش كبيرة برشا لكن في المدة الأخيرة لقى شوية وقت عادل بارابور البداية متاعه مع الفريق بداية كانت يعني كل 3 أيام يلعب ماتش توا أحسن شوية نشوفه أنه ثم بدأت أنا ما نقولش يعني 100% حتى الفكر متاعه لكن على الأقل الفريق تحسن ولا يكور مليح ولا الكرة تخرج يعني بسلاسة ولا نشوفه معناها جمل تكتيكية ممتازة نشوفه الهجمات السريعة نشوفه يعني الهجوم بعدد كبير من المهاجمين تفرج اليوم النادي الإفريقي تفرجك خاصة في الشوط الثاني يعني كنا ناس كل كانوا يتصوروا أنه اللاعبين الشبان باش تنقص شكل الحماس نتاعهم وكل شيء لكن واصلوا بنفس الحماس بنفس العزيمة وبنفس الإصرار على الانتصار سي تريز امبورطون راهو كي تبدأ عندك لاراج دو فانكر وملاعبية صغار كما كاكا جعانين يحبوا يربحوا ويحبوا يحبوا يرضيوا الجمهور نتاعهم ويفرحوه ويحبوا يخليوا اللاعبين الغايبين يعني يبينوا أنه كل لاعب في النادي الإفريقي قادر انه يعوض اللاعب الغايب وهذا ستريز امبورطون لاعبين كانوا منسيين بصراحه يعني شريفي يعني اللي سجل هدف مش خط سجل هدف يعني كمدافع ممتاز انا نشوف انه شريفي عنده مستقبل كبير في النادي الافريقي لاعب عمره يمكن 20 سنه يلعب ب ب ب ب يلعب بشخصيه قويه برشا ويلعب مدافع وفي اللاكس وما يعملش اخطاء ستريز امبورطون قرب يعني الغندري باش يكون في الميليو ولا في اللاكس الغندري في رجوعه المره الجايه الغندري انا متمثليش شريفي وغطو انت حب غندري بصراحه لانه كم شارج على شد البنكره باش يخسروا النادي الافريقي داكوردو ادم قرب شفناه اليوم كيفاش يلعب يعني يلعب فكرنا شويه فوز رويسي ملي كان صغير فكر ها الي اكسبلوزيف ويمشي ويتحرك ويتعب الدفاع ادم قرب يتعب الدفاعات الكل
ستريز امبورتون. سنانا كيف كيف يعني يخدم خدمه كبيره تكتيكيا، المره الاخرى سجل، المره هذه ما سجلش، لكن تكتيكيا يعني يخدم في خدمه كبيره برشا. يعني بصراحه النادي الافريقي حتى احنا قلنا لاري العزوني المفروض هو اللي شفناه كيفاش يعني بعد ارهاق اللي صار، وحتى الكبار كل خرجوا اللي قعدوا كلهم تبارك الله يعني شبيبه كل شيء، هذا يدل انه مستقبل النادي الافريقي بخير. نقول مستقبل النادي الافريقي وحتى حاضره، لانه تو الفريق لقى روحه في النصف النهائي ويلقى روحه يلعب على المراتب الاولى. مازال معني بالبطوله معني حسابيا بالبطولة. معني مازال معني بالبطوله حسابيا معني مش بالبطوله المراتب الاولى وعلى وعلى المراتب الاولى نقصد الاولى والثانيه. والله في ظل معناتها النيفو نتاع الكلوب اللي معناتها معنيين بالبطوله تو نجموا نقولوا نادي الافريقي معني مباراة اليوم ما نكبروش مباراة اليوم لا مباراة اليوم ما نكبروش حمزه مباراة عادله ماناش نكبر صحيت ما نكبروش ونقولوا النادي الافريقي تو باش تولي هي الكل ما قلناش هي الكل اليوم معناتها اليوم اليوم عملت مباراة طيبة من احسن مباراة انا قلت بالنيفو نتاع مباراة اليوم بالنيفو نتاع مباراة اليوم ما زالت معنية وعن جد دراب البطولة كلها معنية هي ايفكتيفمون معناتها معنية خاطر فما حظوظ فرق اكثر من فرق صحيح ولا لا خويا حمزة اللي باش يربح ماتشواته باش يلقى روحه هو بطل واضح هذا شنو هذا حكيت انت المباراة اللي تستنى في النادي الافريقي ولا ماهيش مباراة سهلة مش مباراة سهلة سيرتو مباراة الديربي أنا باش تكون بين الفريقين اللي باش يربح منه باش تكون عنده معناه نقولوا نحن البطولة أقرب له من الفريق الآخر مين زاد النادي الفريقي توا بالوديات هذو ما عملوا مباراة طيبة اليوم ملزمين زيادة نعطوهم حق أكثر أو ما عملوا حتى شيء لا كريم مش مباراة بركة أنا ما نحسبش هكا نقول الفريق هذا اليوم من أحسن مباراة اللي تلعبت صحيح من الأداء أوكي لكن الفريق داخل بخمسة انتصارات متتالية تعرف الانتصار والديناميك دي فيكتوار هذيا فهمني وقت اللي تدخل ويجيك الدربي مثلا وانت عامل خمسة انتصارات اكيد الكوتي مونتال مهم برشا راهو لاعبين شبان ممكنك الخوف اللي كان عند بعض اللاعبين تنحى انت تعرف الدربي ساعات اللي يجي معناه نقولوا نحن مش فافوري على الاخر يربح اي ونادي افريقي توا في الترتيب لانه دي مقابله الدربي هو الفافوري لا فافوري نقولوا نحن كوتي مونتالمون و سانك فيكتوار ورا بعضهم بارابور بالوضعيه نتاع الترجي هذه التونسي باش يقول لك النادي الافريقي فافوري على الترجي هذه التونسي لا كيفاش يلعب امام جمهور والترجي الرياضي واحد وكل شيء لا ودربي ما فيه حتى دربي دربي دون حكم ما فيش حكم مسبق ان شاء الله الانتصار للاجدر كما يقولوه به ما بين خلينا نقولوا عادل السليمي وبرترو مارشون كيفاش ريت المباراة اليوم سي وحيد يعني مع انت باب مع انت اليوم تونسي بتبيع ها مع انت بين زوز مدربين كيفاش شفت التعامل نتاع زوز مدربين اليوم مع المباراة والله بالنسبه لبرترو مارشون الفريق نتاعو يعرفوا عنده توا سنتين معاه يعني واللاعبين اللي جابهم واللي اختارهم واللي كانوا متواجدين معاه كما قال كريم كما قال طارق وجدي انه الفريق الموكي دو لا كومبيتيسيون قبل على خاطر وقفت المسيره نتاعو بنزول الرابطه الثانية تو رجع في الكاس في المباريات هذه الفريق نورمالمون معناها فريق نجم يجهز في فتره كيما هذه لكن عادل السليمي المدرب اللي تخلى على الفريق تو عنده تقريبا 3 أسابيع والقى فريق معناها فيه بعض المشاكل الفنيه نقصد من ناحيه مش الفنيه من ناحيه المدرب لا بالعكس ما زميله خدم خدمه كبيره ياسر اما من ناحيه النتائج يعني فهمتني شو كيف خدم وحضر الفريق بطريقته هو عادل انا سبق لي وخدم معنا في الاداره الفنيه وسبق لي ومشيت معاه التربص في المانيا تقريبا اكثر من 23 يوم في ناف وإنسان خدام إنسان ذكي إنسان معناها في الكوميونيكاسيون معناها عنده ما يقول وتعامله مع الآخرين معناها سهل وسلس ياسر عادل فهمتي وهذاك اللي يمكن اللي سهل أنا أقول ديما المدرب والمجموعة اللي عنده وطريقة تعامله معاه هذيك هي اللي تسهل على المدرب ياسر حواجه لهذا عادل بطبيعة الحال بدا مشواره من منذ 3 أسابيع ولا منذ شهر بمجموعه فيها الكادر تاع النادي الافريقي وربح المباريات وبعد الى معناها براتيكمون انجكتي دي جون جوار اللي كونفيرم دو بلوس اون بلوس ما مانيش فكره انه اللاعبين هذوما صحيح وصلوا وقت اللي هما في المباراه الاولى والمباراه الثانيه صحيح وصلوا صحيح وبالنسبه للنادي الافريقي
المستقبل نتاعو مضمون اكيد في شبان وهذا مفروغ منه، لكن اللاعبين هذوما يلزمهم بوكو بوكو دونكادرمون، ياسر انكادرمون باش يوصلوا لبر الامان، باش يوصلوا بالنادي الافريقي لبر الامان، خاطر نشوف في لاعبين مستواهم الفني ينجم يأهلهم باش يهزوا الحمل ويهزوا الفريق الاعلى المراتب، خاصة انه كيما الاخرين تفضلوا وذكروا بعض اللاعبين، انا ما نحبش ننفخ في صورة اللاعب بمجرد انه يفوز في مباراة ولا في زوج مباريات، نحب اللاعب نخليه يتأقلم على الاجواء اللي دخل فيها جديدة ويكونفيرم، خاطر تعرف احنا في تونس نفرحوا ياسر ونحزنوا ياسر، فهمتني؟ ولهذا انا نعرف عادل ونعرف طريقه تعامله مع اللاعبين هذوما، اكيد عنده فرصه نتاع سنتين باش يشتغل فيها على راحته، هل العقد نتاعو يمتد لسنتين؟ ظهر لي العقد نتاعو يمتد اي العقد يمتد الله يخليه. فما مدرب انا برشا ما سمعتش مدرب وفي العقد نتاعو في فريق عندي برشا ان شاء الله صحيح هو كلامك صحيح، صار لي يخليه يشتغل ويأسس المرحله القادمه باللاعبين القدم اللي عنده باللاعبين الشبان هذوما، ونزيد نعاود ناكد انه طريقة الأداء متاع الفريق يتحكموا فيها اللاعبين وذكاء المدرب في تعامله مع ردهات المباراة وردهات، وعادل تعامل بالموجود اللي عنده، فرض عليه الواقع باش يتعامل مع اللاعبين هذوما، باش يوظف اللاعبين هذوما، عرف يوظف اللاعبين هذوما وعرف يتحكم في المباراة كما يلزم. برتران مارشال كان عنده فريق جاهز يعرفه منيح، لوميريت يمكن روفيان لي دو زونترونور باش قدموا لنا مباراة ممتازة حتى على مستوى الأداء، كان اللعب مفتوح وكان فما ياسر فرجة، لكن كما قلت لي زوداسيون هما اللي ربحوا، الملاعبين اللي كانوا أكثر أوداس، الملاعبين اللي كانوا أكثر عندهم جرينتا ورغبة في الربح هما ورغبة في خاصة في تأكيد تواجدهم في الفريق الأول بعد هذه المباراة الثانية والثالثة مع بعضهم من نفس المجموعة باش ياكدوا مع بعض التغييرات الصغيره مع بعض الفكر الفني البدني اللي احنا حكينا فيه، قلنا البدني هذاك قلنا انه الى الشاب كان واقف عنده تقريبا شهر وشويه، والنادي الافريقي كان مواصل في سلسله المباريات نتاعو، الجانب البدني عنده قيمه كبيره ياسر، لكن الجانب الفني وجانب التعامل مع المباراه من جانب اللاعبين والتغييرات يمكن اللي حطت في وسط الواحد هذا كيف خلت الفريق يفوز، وان شاء الله النادي الافريقي ما يضيعش المجموعه هذه في يقولوا نحن ما يضيعوش المجموعه هذه، ما يضيعوش المحافظه، تم المحافظه عليها. حاجه واحده فيما يخص عادل السليمي، شكون كان يقول جماهير النادي الافريقي؟ البعض البعض القله القليله اللي كانت خايفه ما نقولوش معارضه، لكن خايفه من تعيين عادل السليمي. شكون كان يقول قبل ما يتعين عادل اللي النادي الافريقي باش يعمل 5 انتصارات متتاليه؟ كان الناس قلت صح، 3 في البطوله وزوز يعني في الكاس، يعني نتيجه ممتازه جدا بالنسبه لي، نتائج النادي الافريقي ممتازه جدا، مؤشرات كل ايجابيه، واظن القله القليله اللي نحكي عليها بدات تتراجع في ارائها، لانه عادل السليمي توا يفرض الاحترام بصراحة، ويلزم معناها تقف معاه الناس كله، تقف معاه جماهيرين، مش في أول عثرة للفريق يعني الناس تدور على عادل السليم، لأنه قاعد يخدم في خدمة باهية بصراحة، وشيء قدام في عينيك، يعني أنا نقول لك خدمة المدرب ديما تشوفها في الملعب، وهذا اللي قاعدين نشوفوا فيه مع عادل. أنا نحب نقول حاجة برك، يمكن الوليدات الصغار اللي قلنا احنا ديما نقولوا شبان، لو ما زلتوا ما عملتوا حد شيء، تخلوا ساقيكم في التيران، راك طلع في جماهير كبيرة اسمها النادي الإفريقي، وقتها تقول عملت كي تهز تيتر. كي تهز تيتر في النادي الافريقي وانت في العمر هذاك، وقت تقول انا عمل، اما انت معناها ما يمكنش نحكم على المباراه اليوم، ربحت مباراه عاديه ونحقق تفرح، ما نقولوا نحن راك ما زلت ما عملت حد شيء، راك في نادي كبير يلزمك، خاطر يمكن البريود الاخر النادي الافريقي بعدت شويه على التتويج وقايت، علاش لا بالجروب هذا ينجم يدخل للتاريخ وينزم يهز تيتر يفرح به جماهير نادي الافريقي. مهم برشا الكلام هذا. طارق قبل ما نخرجوا للفرصه، جست اهم نقطه انا ريتها، معناتها فما خدمه على الجانب الذهني ابار البدني كما حكوا الخيال الكل، لانه 3 ماتشات نتذكر اللي يصير فيه اهداف في 4 لهالي، 4 مع اتحاد بنقردان، مع اتحاد بنستيري، ماتش برونغاسيون مع الاتوال كوب، واليوم يعني هذه من كيما جنراسيون نتاعك وقتها محمد تراوري مركي مع بيير لوشانتر ونبيل كوكي، دونك فما خدمه مش اعتباطيه معناتها في المنحه هذايا، معناتها ابار الجانب البدني اللي يفرق عليه الشاب، فانه زاد عرف يشد الجروب بتاعه، عرف يشارج الملاعبيه بتاعه ويخليهم يمنوا برواحهم
ويحترم المنافس رياضيا حتى الى اخر لحظات اللقاء. هذه اهم حاجه لاحظتها في الباركور اللي هو معناتها اثبت الى حد اللحظه انه رجل المرحله عادل السليمي. واضح. اش نعملوا ترتيحه صغيره احنا من بعد نرجعوا نحكيوا تنس باش نرجعوا بعد الفصل وبعد تسالوا سؤال بالله من بعد. اي تسالوا سؤال. باهي ما نكملوا معه. واضح. فصل صغير وترتيحه مع الموسيقى وراجعين ما تبدلوش الموجة غسي برونشي الناس كل على اي فهم احلى راديو. مرحبا بكم الناس الكل. نختم الدرجة اللي ما زال هذا في اي فهم زون سبور نحكي شوية ونتفاعلوا مع سي وحيد منيف حول مانك رئيس الودادية ودادية المدربين في وقت سابق ما انتبه على رأس المنتخب الوطني التونسي. شفنا الحملة الكبيرة اللي تعملت على منظر الكبير وعلى وقت على رأس المنتخب الوطني التونسي. شنو كان موقف وقت الودادية وعليش ما تمش حماية معناتها كومي الفول مدرب التونسي ككل؟ هو لويس قاسيس يا وحيد وقتها وتو نحكي على لورون بلون معناتها ديما اوركستري تصير الحملة كي يكون مدرب تونسي سيرتو موش محمي عالمية. مش محمي عالميا ترجع العمليه ترجع للاعلام ما ترجعش للمدربين. مدربين عندهم تقل وثم مدربين اي تقول بنعرف اي فما زملاء الله يهديهم انا ديما نقول على اساس انه المدرب التونسي وين يمشي يلقى الترحاب ويلقى الامكانيات باش يبرز وندل على شيء يدل نجاح المدربين في محطات كبيره في السعوديه في البحرين في الجزائر في المغرب في كل بلاصة في كل في الإمارات الإمارات دير موت أو فتحي العبيدي ومعها طارق كيف الحضيري معناها كان يعني كما نقولوا احنا ناجحين في السعودية ما نحكيش عندنا مدربين معناها في الجزائر زيد هاو سي وجدي عنده اكسبيريونس عندنا حتى الموسم هذا كان برشا تونس عندنا خالدين احنا عندنا مدرب زاد سعد الجنحاوي فاروق مع فريقه المحترفه الاولى بعد 45 عام مش معناها شويه شوف المدرب التونسي ماشي ناجح في تونس الوداديه ديما موجوده بجانب المدرب راه مش من توا احنا نتذكروا عام 2018 ونبي المعلول اللي يحضر في كاس العالم وطالته الحمله معناها حملة كبيرة حملة معناها شعواء ودخلنا مش دخلنا باش خرجنا كومينيكي وتوندونيكو باش نساندوا المدرب التونسي نفس الشيء بالنسبة لمنظر وقت اللي طالته الحملة في فترة البطولة العربية ومازال الراجل يخدم معناها كيف خرجنا كومينيكي وكلمنا المدربين وحاولنا باش نحميه المدرب التونسي كيف في فجر القادري نفس الشيء الودادية كانت موجودة وكانت حاضرة ب معناها كومينيكيت كيف فيه عندكم سلطة أدبية سي وحيد مع الفيدراسيون؟ والله الفيدراسيون تحترمنا ياسر تحترم الودادية وفي بعض الحالات يمكن حتى تستشير في أمور تخص المدرب والودادية في عام 2005 وضعت القانون وضعت الحجرة الأولى كي مع سي بلحسن ملوش كي كان هو المدير الفني بالتعاون معه الكونترا تيب نتاع المدرب وضعناها مع بعضنا وكنا ديما متعاونين مع بعضنا في جميع المجالات حتى على مستوى المدة هذه كيف في الفترة هذه نفس الشيء متعاونين مع المدرب بالطبيعة فما تعاون مع الودادية والودادية وقت اللي معناها تلقى روحها في موقف باش تتكلم ولا باش تساند ولا باش تعطي معناها راي في حاجه ديرنير ما في عمليه توقف كان تذكروا في بطوله الشبان زاد كيف الجامعه معناها رئيس السعودية والمدير الفني اجتمعنا مع بعضنا وعيطونا واجتمعوا بينا وعطوا خذوا راينا في ايش رايكم معناها في توقف بطوله الشبان على الكوفيد وعلى كذا وعطينا راينا من جملة الناس لكن فما معناتها حتى بعد حكينا على منظر الكبير احنا والبوليميك اللي صارت المنظر الكبير والكم الهائل معناتها من خلينا نقولوا من السب والشتم اللي وانه الفيدراسيون زاد ما حمتوش لانه في في في, في لحظه انه معناتها في طايره طريقه خروجه من على راس المنتخب الوطني التونسي انه دبي هبط من المطار اول ديكلاراسيون انه ساي وفي المكتوب خلينا نقولوا بلغتنا جلال قادري كيف تواصلت معاه معناتها لانه صارت هرس الكبيرة على جلال القادري ومعناتها وحتى كيف اتصلنا بالفيدراسيون على اساس انه جلال القادري يكون محاضر معنا لنا قولك راهو جلال القادري مازال ما ثبتش رسميا معناتها حتى شكون هو اللي يهرس في جلال القادري شكون اللي يهرس المنظر شكون اللي
ما هو بعض الماكينات صحيت بعض الماكينات اللي تشتغل ضد المدرب الوطني. احنا بالنسبه لنا احنا واضحين في الوداديه على مستوى الوداديه المدرب الوطني عندنا الكفاءات باش يشدوا المنتخب نتاعنا، عندنا موجوده الكفاءات ولهذا نبارك ديما تواجد مدرب وطني تونسي في الاطار على راس المنتخب. عندك تفاعل اللي يغيظني وانه اليوجع بالحق وانه الحمله هذه بعض الاحيان مساهمين فيها بعض المدربين الزملاء يعني سي مالورو والله العظيم معناها في بلاتو التيلي يخرج في بلاتو التيلي يبدا يجرح في المدرب زميله فهمني التونسي على الاقل معناها حتى كي ما تقولش كلمه خير احترم الزماله احترم الزماله يعني مش معقول. وبعض الاحيان تجي عند مدربين فاشلين وما قدموش يعني الاضافه لا في المنتخب ولا في النادي في الخرمه يا وجدي ما تجيش كيف كيف حتى لا من الفاز ولا من النجاح ما تجيش معناها في التجربه هذيك ما كنت ناجح زاده. مادام انت دخلت للدومين هذاك لازمك تقبل مش من المدرب مش من الزميل سامحني لا 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 انت لا لا انت تسمع نحن عدنا الحقيقه راهو اللي يضر كان صار لا لا يا كل شيء صح سنتك عدوك صحيح ولا اسمعني اسمعني كريم مدرب وكما قال لك وجدي لازم يحترم زميله ما تجيش في بلاتو وتبدا تجرح في زميلك اكاو تقعد في قهوه مع جماعتك تجرح انت حر على روحك اما ما تجيش لكن الاعلام لانه صوتك يوصل لا ونجم ياثر ينجم ياثر علاش الناس كل لازمها تحترم الاختيارات نتاع نتاع لا اما لازم يكون فما نقد زاده كمان معناتها النقد النقد البنانة معاك ما تجرحش فيه الشخص معناها علاش انت على تجرح به أيوة. شنو الغايه من تجريحك ليه؟ فما غايه ولا شو كيفاه الوداديه هنا توجهها ديما هي حمايه المدرب بطريقتها هي باللي كومونيكي وبالاتصال هل يتصلوا بعض المدربين اللي قاعده تجرح في المانتا في زملائهم قاعدين تتصلوا بهم؟ قاعدين تتصلوا بهم؟ هذاك ايش حبيت نسال انت كي تجرح اسكو تعرف شنو باش يصير من بعد الكلام اللي باش تقوله تحب ولا تكره انت تو نحكيو على سي جلال الناس الكل فرحان نحن كتوانسة فرحان خاطر ساعات في الكام وقت من الأوقات يمنا نحبوا نذويو على البران موجودة عادي مي انت تو كما قال سي وجدي كأنترونور تجي تقول في عبد وما عندك حاجة علي تقول عليه معنى انت تشوف الريزولتات تو ما يخليك حاجة شيء باش تقول عليه النقد البناء شوف النقد البناء احنا معاه فما مدربين زاد ما تقبلش حتى النقد البناء ما تقبلوش زاد مش مشكل اللي ما يقبلش ما يهمناش فيها احنا المهم انك انت كي تنقد اختيارات مدرب انتقدوا على اختيارات كيفاش نقولوها امور فنيه بس كيف فني انت انا رايي هك هو عمل هك انا رايي هك لا اكثر ما تقولش لا يلزمه يعمل هك ويلزمك وحقه عمل هك ويلزمه يعمل هك انت رايك هك هو رايه هك معناها ما حناش متطابقين في الاراء فهمتني شو كيفاه التجريح اللي غايه في نفس يعقوب لا فهمتني ويقولوا حتى بعض المدربين يقول لك غاضتني كي جاتني من المدرب معناتها من زميلي احنا تو نعملوا في 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 التجمعات مثلا احنا في 27 28 29 عندنا عندكم دوره عندنا تجمع عندنا السيمبوزيوم تاعنا شنو هي الدوره ذي؟ مش دوره هي ويتم فما احياء ذكرى زاد باش ذكرى 55 لتاسيس الوداديه من عام 67 من عام 1967 بطبيعة الحال هي موجودة أول لبنة معناها تخلقت وقتها عن طريق معناها القدم متاعنا لكادر متاعنا فهمت ولا لا وقعدت حياة الوداديه سيتي كليبسي بعد من 94 بعد 94 حتى 98 عاودت رجعت على 98 وإلى روبلي دي ترافاي من عام 2000 فهمتني شو كيفية عنا نعمل في دي سيمبوزيوم مانيوال في آخر العام ديما نعمل اليوم الوطني للمدرب التونسي اليوم الوطن المدرب التونسي يجيو الخيان يتلموا الخيان الكل بعائلاتهم كذا هذا اللي باش تكرموا فيه اللي جاي من برا ان شاء الله تكرموا فيه الناس كل اللي ينتمي للوداديه وعنده بطاقه الخيرات في الوداديه وحقق نتائج طيبه اوتوماتيكمون نتائج طيبه يا سعود يا كاس يا بطوله والاستقلاليه الماديه سي وحيد ما عندناش منين عندنا كان المدربين الخيرات عندنا لا دوله لا وزاره لا حتى حد في كلمه اخيره على قريب البرو في تونس بعد المغرب والله نستناو في امضاء الاتفاقيه لا اكثر ولا اقل على قريب ان شاء الله قلت ربي ان شاء الله واضح شكرا لكم يعطيك الصحة سي وجدي السيد يعطيك الصحة سي وحيد منيب شكرا على قبولك الدعوة كريم العواضي عايشك انت شدتنا معاك الله فيك سويعة سويعة كل شيء بأجره كل شيء بأجره يعطيكم الصحة الناس الكل وخيان في الإخراج عزة ووائل إيمان
وسفيان في اف ام تي في، وسام في الاعداد، عبير في الديجيتال. يعطيكم الصحه للناس كل. قبل ما نختم ديديكاس لصديقي عيارينو علي العيارين، يعني عصادين وعيارينو زوز زوز اصحابي معناتها، اي واحد هكا علي العياري اللي يعمل ديديكاس لزوجته سارة، يقولها راني نحبك برشا. ان شاء الله وصل الديديكاس، ان شاء الله يكون تسمع فينا سارة. بخليك نقول لكم باي باي، تشاو تشاو ناس كل. موعدنا يجدد الاسبوع القادم نفس التوقيت ونفس المحطه اي اف ام، احلى راديو. تشاو تشاو باي باي ناس كلها.